السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم على واحد العائلة كتكون من 5 ديال الأفراد، أب والأم وثلاثة ديال الولاد. الإبن الكبير سميتو طارق وفي عمره 28 عام، وعنده أخته صغر منه في عمرها 24 عام، وخوهم الصغير كاع في عمره 15 عام. المهم العائلة كانوا من الأغنياء ديال المنطقة. كان الأب ديالهم عنده واحد الشركة تجارية ديال استيراد وتصدير، وعنده شي محلات تجارية، عنده شي املاك عقاريه واراضي فلاحيه، وساكن في واحد الفيلا فاخره. الناس لاباس عليهم داير بصح. واحد الوقت غادي يموت الاب ديالهم، يعني بابا طارق هو رب العائله، غادي توفى. هنايا داك طارق غادي ياخذ المكان ديال الاب ديالو، غادي يولي هو المكلف بديك الشركه التجاريه، وكيشوف الاعمال الاخرى ديالهم مقابل عائلته، مو اختو خوه، كيشوف الخدمه ديالهم كي غاديه، القرايه ديالهم، مهم كلف جميع الشؤون ديالهم. الورث ما قسموهش، قالوا ما كاينلاش نقسموه، حنا غير عائله صغيره بيناتنا، والام ديالهم باقا حيه ما كاينلاش. وحتى الام ديالهم ما بغاتهمش يقسموا الورث، قالت لي هذاك الطريق شوف ولدي عافاك تكلف بكل شيء، وانت اللي غتاخذ المقام ديال باك الله يرحمه. قال لها صافي اوكي. طارق كان راجل مزيان وانسان مسؤول وديال المسؤوليه في الصراحه، يعتمد عليه وداخل سوق راسو، وما هو ديال الصداع، ما ديال مشاكل، ما ديال حتى حاجه. المهم وراه الاشاره ديال العائله ديالو، باقي بلا زواج بلا والو. كان عنده واحد صاحبو صديق ديالو مقرب، صديق الانتيم ديالو، قراو وياه وكبروا وياه، ولو ان الاعمال ديالو مختلفه ولكن صاحبو الروح بالروح. كان سميتو اس محمد، هو اللي كان كيمشي معاه ويخرج معاه ويجي معاه، لان الطريق هذا كان مبلي بالشراب. كيشرب مره في البار، مرة في واحد لابارتومون في الملك ديالك طارق نيت، كانت غير مسدودة ديال العائلة كل مرة وفين، ولكن ماشي داك الشراب ديال حد التمالة ولا شي حاجة كيبقى يتلاوح، وإنما غير شراب على قد الحال وصافي، ما كيبينش لمو خوتو. المهم واحد النهار من نهارات الطارق كان مع صاحبو السي محمد في واحد البار، كيشربو مجمعين واحد اللحظة هذاك طارق يولي سارح بعينيه بحال ما كيشوف شي حاجه. هذاك السي محمد كان عاطيه في وجهه، يعني عاطيه بالظهر ديالو الحاجه اللي كيشوف فيها هو طارق. هو تلافت ولقى كيشوف واحد البنت مريحه غير بوحدها في واحد الطابله كيشوف فيها، ويقول لي مال عجبتك؟ قال لي البنت هذه الصراحه عجبتني وزويونه، ولكن بالي لي ماشي ديال هاد البلاصه هذه، بالي عدا شي ظروف تجات هنايا. هذاك السي محمد وينوض، كان شويه زعيم وعدو مع البنات وكيهضر معاهم وكذا، العكس ديال هاد الطريق اللي كان شويه حشومي ما عندوش مع العالم تاع البنات. مشى عندها وما هي الا لحظات اللي احتجابه في يدو، جابه في يدو، ريحات معاهم في الطابله، جمعوا مع بعضياتهم، ضحكوا ونشطوا ولعبوا، وفي خلال الحضره ديالهم غادي يعرفوا القصه ديال هاد البنت اللي كان الاسم ديالها سلوى. هاد سلوى اشنو واقع لها؟ هاد سلوى كانت عايشه في واحد الفيلاج، هاد الفيلاج هذا اللي كانت عايشه فيه وقع لها واحد المشكل مع واحد السيد، حملات معاه، كان موعدة بالزواج وفي الاخر خوا بها، يعني ملي حملات خوا بها صافي، قال لها تي ما عندي ما ندير بك، والدي شايفين لي واحد البنت وكذا كذا. كرشها كبرات، والدها ساقوا الخبار، خوتها عرفوا بالامر، جراو عليها، قالوا لها لقيتيني غادي نقتلوك، اللهم سيري في حالتك. مشات وهربات، هبطات المدينة ومشات عند واحد المرأة. هاد المرأة هادي عرفات على واحد الناس كانوا لاباس عليهم ولكن ما عندهمش الولد، ما والدينش، جلست عندهم اللي حتى ولدات، وخلات لهم هذاك الولد، كانت ولدات ولد خلاته ليهم، ودوروا معاه بشي بركه ومشات في حالاتها. قالوا لها شوفي بنت الناس، ما بقيتيش تدوري بهذا العنوان، الا بغيتيش فلوس ولا شي حاجه اتصلي بنا غير في التليفون وحنا غادي نصيفطوها لك. حتى هي تسلوى هذه لقاتها مزيانه ومشات وخلات ولدها تمايا، مشات بقات كدور من هنا هنا هنا، ما خلات فاش خدمات اللي حتى تعرفات على شي بنات، خدمة ديالهم هي هادي بنات الليل وكيرشادو البيران وكيمشيو مع هذا ومع هذا، تعرفات عليهم وهم اللي دخلوا لهاد العالم هذا. هادي القصة ديالها باختصار. المهم هاد طريقة هذا عجباتو هاد البنت بزاف، كانت زوينة ما شاء الله كما قلنا، وسيغتو ملي عرف القصة ديالها بقات فيه ورأف من الحال ديالها. هنايا داك السي محمد مشى شاف واحد البنت أخرى ولا أربعة في الجلسة. هنايا ملي سالو في السهرة ديالهم فين يمشيو، ركبوا في الطوموبيل ديال طارق ومشاو بربعة بهم لواحد لابارتومون اللي كانت في الملك ديال طارق ديال العائلة، ولكن كانت غير مسدودة ما كيمشي لها حتى شي واحد غير داك طارق اللي عندو السالوت ديالها. المهم مشاو تمايا قصروا مع بعضياتهم هذيك الليلة، انتقلوا اليوم الموالي.
اليوم موالي طارق رجع عالي كأن شيء لم يكن لدارهم، شاف الشؤون ديال الدار الشركة مقابل الخدمة ديال هو داكشي ما كيزقلوش. أمو عارفة إنسان ترونكيل وما عارفة كيشرب ما عارفة كيدير شي حاجة خايبة، هو كما قلنا مرة كيشرب وصافي مع داك صاحبه، ولكن بقى بالو مشغول مع هذيك سلوى بطبيعة الحال خدا النمر ديالها، ولا يوميا كتصل بها، كيمشي عند البار يهضر معاها يجمع معاها كيديها لابارتومون اليوم غدا اليوم غدا، اللي حتى واحد النهار اشنو غادي يقرر؟ غادي يقرر انه يسكنها في ديك لابارتومون. قال لي شوف اسلوى تي دابا كاريه غير مع بنات وكتخدمي الخدمه اللي ما خدمه ما والو باش كتخلصي الكرا وتاكلي وتشربي وكذا كذا. قالت لي اه. قال لي علاش ما تجيش تريحي في هذا لابارتومون اللي فيها الفراش فيها الماكله فيها كلشي وانا نتقدى لك اسيدي، ولكن بشرط. قالت لي ما هو ما بقيتيش تمشي للبار، تولي هذه خدمتك هنا الدار غير الدار، وانا نجي عندك ونشربوا ونريحوا ونسهروا مع بعضياتنا وما يخصك معايا حتى شي حاجه. عجب الحاله ديك يا سلوى، عجبات القضيه. كان هذاك السي محمد مره كيدبر على شي بنت من البار وكيجيبها وكيوليو باربعه بيهم تما في ديك لابارتومون، هذه الحاله ديالهم. المهم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اللي حتى واحد النهار هاد سلوى هادي غتحمل، غتحمل من هذاك طارق بطبيعه الحال وغتواجه وتقول له ودي راني حامله وكذا. هذا هو فرح، هي كانت كتنتظر منه انه تنكر لها كما تنكر الاول، ولكن هو فرح قال لي هذا راه ولدي ولا بنتي وانا غنكون سعيد به، علاش غادي نكعاول شي حاجه؟ المهم هذه فرصه واشاره ليا باش ندير واحد الخطوه اخرى، اما هي انني غنتزوج بك. فرحات ديك سلوى وطارت بالفرحه. المهم اشنو غيدير؟ قال لي صافي غندوي مع الوالده وباش ما كان نقول لك. قالت لي صافي. بقات في الدار، جا هو عند امه وفاتحه في الموضوع. قال لي شوف الوالده، هو عارف امه امراه كتعرف بينه وبين الله ومتقي الله، وما قالش راني تعرفت على البنت في البار، وانما غيقول لها واحد الحاجه اخرى. قال لي راني كنت كنعرف واحد البنت ووقع لي وقع وراها حامله مني ودابا ما نقدرش نتخلى عليها وكذا، اشنو كتقولي في هذا الشيء؟ قالت لي لا، الا انك تضحك على شي بنت، انت ولدي ومزيان وكذا وباك ما علمكش هذا الشيء هذا وحتى انا ما علمتكش على الشيء هذا، تخوي بالبنات وتضحك عليهم، لا تزوج بها، كون راجل وتزوج بها. هذاك الشيء اللي دار، مشى وجاب الام ديالو عرف عليها وعرف على اختو وخوه وتزوج بها على سنة الله ورسوله. ما هي الا واحد الاشهر قليله اللي حتى ولدات لي واحد البنت زويونه. المهم هاد سلوى هادي راه سكنه معاه في الفيلا، مابقاش ساكنه في هذيك لابارتمون. المهم سكنوا في هذيك الفيلا. هنا سلوى ملي تزوجات بهذاك طارق وسكنات في الفيلا وعندها ديك البنت اللي كانت زويونه وصغيره، عاشت الحياه مع الناس هادو، ولات عندها واحد الحياة أخرى عكس الحياة اللي كانت عايشاها في الفيلاج وهاديك تمارا اللي كانت تلقاتها في المدينة والبيران وهاديك الأيام ديال الليل، يعني نسات العالم كامل، شافت واحد العز ما عمرها شافته. البنت تبدلات في الصورة ديالها في الجسم ديالها، ولات كتلبس مزيان، شرا لها واحد الطوموبيل، دار لها واحد الحساب بنكي، لاكارت كيشي كتخرج بالحساب، كتخرج وقت ما بغات، حتى واحد ما كيدوي معاها. المهم العام الاول العام الثاني العام الثالث الامور كامله كانت مزيانه، وهاد سلوى هادي يعني تبدلات 360 درجه تقريبا، يعني كانت من الفقر والتشرد وهذيك العالم ديال الليل لواحد العائله غنيه، واي حاجه بغاتها كتلقاها وغير تشير ليها كتحضر، عندها راجل مزيان وعندها بنت زوينه وعندها حما لا عمرها دار، عندها غير ديك خت راجلي اللي حاضيه فقط هي اللي ما كانش كتحملها، ما كانش كتحمل هذيك سلوى ماشي على خت الراجل، اما خت الراجل كانت عزيزه على سلوى. المهم اليوم غدا اليوم غدا كما قلنا البنت دخلت المدرسه، دخلها باباها المدرسه واحد ليكول بريفي غاليه كيخلص لها كل شهر واحد القدر مهم ديال الفلوس. داز العام الاول مزيان، قرات البنت مزيان. العام الثاني فين غيولي وقعوا المشاكل؟ اشنو غادي يوقع؟ هاد سلوى هادي بحال كيما كنقولوا صافي ولفات هذيك الايام ديال العز ونسات الفقر ديالها ونسات من جايه ونسات داك التشرد اللي عانات ونسات الشارع ونسات كل شيء، ولات كتركب على الطوموبيل ديالها وكتخرج تخلي البنت تمايا ما سوقاش تجيب الطوموبيل ديال المدرسه، اما كتلقى جداها اولا عمتها ما كتلقاش امها. المهم الام ديال طارق واختو يعني نبهوا طريقة القضية وقالوا لي ودي راه مراتك راه كتهز طوموبيلتها وكتلبس مزيان وكتخرج، ما كنعرفوهاش فين كتمشي. هو حاول شحال مرة انه يستفسر، قال لها فين كتمشي؟ كدعي النهار كامل، لا انا كنمشي غير صاحبتي هنايا، كنمشي عند الصالون، كنمشي هنايا، ما كيبغيش يحكر عليها بزاف، هو بحال كان طالق للعب بزاف وكيتيق فيها. المهم الخارجة ديالها تكرر بزاف،
السيدة ولات كتسماكي وكتخرج تلبس أحسن لبس، وشي لبس ماشي هو هذاك، شي لبس ما كيتلائمش مع امرأة متزوجة وعندها بنت وكذا كذا. المهم هذاك الشيء اللي تلاحظوا الأخت ديالو لاحظاتو بزاف، وهي تعست عليها. ملي عسات عليها لقات أنك تهضر في التليفون بزاف وكتهضر بالساعات، وما عم كتهضر ماشي مع طريق خوها، لأن ملي كتكون كتهضر هي كتهز التليفون كتعيط لأخوها كيجاوبها، يعني ماشي خوها. وملي كتبان لها هي الأخت ديالو هي ديك سلوى، كتحبس كتقطع المكالمة ولا كتحط التليفون وما كتبقى دير حتى حاجة. هنا يدخل الشك، هادشي شنو كدير هادي؟ حاولت أنها تعرف والو، ما عرفت حتى حاجة، حاولت تقلب لها التليفون ما كتخليش لها شي فرصة تهز لها تليفونها. لي حتى واحد النهار الإدارة ديال المدرسة اللي كتقرا فيها البنت ديال طارق تواصل معاه، لأنه كان عندهم التليفون ديالو هو ماشي التليفون ديال المرأة. المهم تواصل معاه المدير وقال ليه كي داير السي طارق. المهم هضر معاه وقال لي عفاك السي طارق، خاصك تدوز للإدارة باش تخلص شي أشهر باقاك التالك. قال لي كيفاش أشهر؟ قال لي دابا تقريبا راه واحد 5 شهور بحال ما هكاك، راه البنت ديالكم ما خلصات الأتعاب الأول ديال المدرسة. قال لي داكشي كيتراكم وحنا مبغيناش نحبسوها من الدراسة وكذا كذا. قال لي كيفاش؟ أنا كل شهر كنخلص المدرسة. قال لي ما يمكنش. وقال لي نكذب عليك؟ واش انا كنكذب عليك؟ قال لي لا ما كتكذبش عليا، ولكن انا كنعطي لمراتي كل شهر الفلوس، هي اللي نورمالمون عندها الطوموبيل وكدي بنتي كتخلص الاداره عندكم، هادشي اللي كاين. المهم هذاك طارق انتقل للعين المكان، انتقل للمدرسه، وعرف من خلال المدير والاداره بان الاتعاب ما كيوصلوش، اضطر انه يخلص البلاصه هذاك الشيء كامل ورجع. عرف بان مراته كيعطيها الفلوس ما كتخلصش، كضربها في شي حوايج اخرين. ملي جات مراتو في العشية لقاتو كيتسنى فيها، شافتو طالع الدم. مالك؟ قال لي علاش ما كتخلصيش المدرسة؟ انا كنعطيك فلوس البنت وانتي كضربي في جيبك، ها رجعتيني اضحوكه من المدير دابا وليت كنتقابح معاه على والو. قالت لي لا حتى صاحبي تهضر على هذيك الفلوس، حتى هي فلوس اصافي، كان عندي شي غرضات ومشيت قضيتهم بها وصافي، دورات لي عيني وصافي. ولكن هو ما كيشوفش في هاد الفلوس هادي، كيشوف اشنو كدير بهاد الفلوس. هو اصلا حيتاش هو لاكارت كيشي راه كتهز بلا حساب، وعلى الذهب على الفلوس على اي حاجه في كيمشي ولا هاد الفلوس. السيد والو تلف، هنايا قرر انه يبدل المعامله ديالو معها، ولا شويه مزير، ما بقاش كي يصيفط لها في الحساب ديالها يعني كل شهر، ولا هذاك الشيء لها لحد القد، ولا كينقص لها في النفقات، ما بقاش كيشري لها الحوايج. هنا تبدلات عليه، هنا كشرات الانياب ديالها. قالت لي ماك تبدلتي وانت من الواقعه ديال المدرسه ديال بنتي تبدلتي عليا، ما بقيتيش معايا مزيان، كنتي سخي معايا، مالك كذا. قال لي انت الفلوس كدير بهم شي حاجه، كتعطيهم شي واحد، انت كتخونيني مع شي واحد، قولي الصراحه كتعطيهم؟ شكون هذا اللي كياكل لك دماغك؟ شكون اللي كتصرفي عليه على ظهري انا؟ قالت لي لا انت راه عقلك مشى بعيد وانت مريض في راسك، انا ما كنخونك من والو، انا كنبغيك وانت كذا كذا. المهم نوضات مع واحد الصداع اللي كبير بزاف. هو هنايا طارق هو حس بانها كتخونه، ولكن ما عندوش عليها شي دليل كبير، يعني ما عندوش عليها شي دليل مادي. اللي حتى واحد النهار هذاك صاحب هذاك السي محمد غادي يقول لي واحد القضيه، غادي يقول لي ودير البارح كنت في البار فلان فلاني، وراه بانت لي المراه ديالك هذيك سلوى، راه بانت لي مريحه مع شي صحابات تمايا وحاطين شراب ومعاهم شي وحدين اخرين يعني شي رجال، وباركين كيشربوا مع راسهم. انا تفاجأت ملي شفتها، ولكن هي ما شافنيش، انا ملي شفتها دغيا بدلت البلاصه باش ما تشوفنيش. انا يعرفها بان رجعت العالم ديالها، صافي شد براسو داك طارق، صافي هنا شنو غيدير ما يدير، هو يفارق معاك. قال لي شوف الناس، انا عرفتك انك رجعتي للبيران ورجعتي للعاده القديمه ديالك وكذا، وليتي كتشربي وكذا كذا، شوفي انا ما غنتابعك حتى بحاجه، وما غاديش نتبعك لحسن حصلك تخونيني ولا شي حاجه، كيما دخلنا بالمعروف نمشيو بالمعروف، غادي نطلقك ما بقاش بيني وبينك، صافي الله يعاون الله يعاون. وهاد البنت ما غتترباش عندك، لانك انت ماشي اهل انك تربي البنت هادي، غتبقى معايا هنا. قالت لي شوف اول الناس، انا موافقه على الطلاق، ولكن بشرط نخلي لك البنت تعطيني واحد القدر تاع الفلوس، واحد المبلغ اللي كان كبير بزاف طلباته منه. قالت لي غتكتب لي هذيك لابارتومون اللي كانت ساكنه فيها المره الاولى، قالت لي غتكتبها لي في سميتي. هني قال لي لا ما نكتبش لك لابارتومون وما غنعطيك حتى شي حاجه، اللي عطاتو لك المحكمه غتاخديه، والنفقه ديال بنتي غادي نخلصها، وبنتي اصلا ما غنعطيهاش لك تنخلص لها النفقه، بنتي غتبقى معايا.
انا غندير محامي كبير وكذا اللي حتى تبقاي معايا بنتي، لانك انتي ماشي اهل انك تربي هاد البنت هادي. انتي واحد سكيريه منك ما كنتي، وانا نقبتك من داك العالم وجبتك، ولكن انتي ما كيقرش فيك الخير. انتي عزيز عليك غير داك العالم، سيري رجعي ليها من الناس، سيري الله يعاون. هنايا فعلا نيت طريق مشى للمحكمه وبدا في الاجراءات ديال الطلاق. هنايا ديك سلوى ما حملاتوش يطلقها، حاولت انها تتاسف وحاولت انها تعتذر منه وطلبات الام ديالو، ولكن الام ديالو حاولت انها تقول لهم صافين على الشيطان على ولاد البنت وكذا كذا. الام ديالو ما كانتش عارفه انها كتشرب اصلا في الاول، وما كانتش عارفه رجعت تشرب، يعني كو عرفاتها كانت تقول ليه هي تقول ليه طلقها ما عندك ما دير بها. المهم هو بدا في الاجراءات ديال الطلاق وتوصلت بالاستدعاء الاولى من المحكمه. السيدة الأولى ما مشاش ليها هي هذيك سلوى، بقات يعني بقات معاه في أخذ ورد، ودارت واحد المحامي تاعي وبداو كيعطلوا في الجلسات ديال الطلاق. المهم ضارب معاه باش ما يطلقهاش، هذا هو الهدف ديالها. هنايا كان هذاك طارق فين مشى؟ مشى ولا كيسهر مع ذاك صاحبه السي محمد. مرة مرة كيمشي معاه هذيك لابارتومون، كيمشيو وكيريحو وكيبقاو يسهروا ومجمعين. مره مره هذاك السي محمد كيجيب شي بنت او شي حاجه، ولكن في الاواخر طارق ولا يقول لي خاصنا نريحوا غير بوحدنا صافي، ما كاين لاش هذاك الشيء نريحوا دابا انا كاعي، وداك الشيء على ود بنته وعلى مراته الطلاق وكذا. ضر راسو وما حملش ان ديك سلوى تقلب عليه هذه القلبه هذه، ما توقعهاش منها بزاف. واحد النهار من نهارات هما مريحين في لابارتومون غير بوحدهم غير بوحدهم وحاطين الشراب ديالهم، اشنو غادي يوقع؟ غادي يسمعوا الدقان في الباب، يسمع الدقان في الباب، غادي ينوض هذاك طارق، غادي ينوض يحل لان لابارتومون ديالو ما غادي يحل. غادي يدخل واحد اربعه ديال الرجال، اربعه وهازين جناوه كاملين، هازين جناوه، غادي يشدوا هذاك طارق، وجوج غادي يمشيو يجريو يشدوا هذاك السي محمد صاحبه، وغادي يكتفوه وغادي يريحوه في المقعد ديالو في ذاك الكرسي اللي كان بارك فيه. بينما طارق اشنو غيديروا ليه؟ غادي يقتلوه، غيبقاو عليه طف 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 اللي حتى غادي يخليوه مدرج في الدماء ديالو. ملي تاكدوا منه انه مات، واحد من هذوك الربعه غادي يقلب هذيك الجنويه بالقبضه ديالها وغادي يضرب هذاك السي محمد على راسو طف، اللي حتى غيدوخ غادي يفقد الوعي ديالو وغادي يلوذو بالفرار. المهم ما هي الا واحد نص ساعه او لا شي حاجه اللي حتى فاق هذاك السي محمد من الغيبوبه ديالو، لان كان ضرب هذيك القبضه ديال الجنويه، وهذيك القبضه الله يستر واعر الله يحفظ اللي ضرب باش انسان على راسو، راه ضربه قويه بزاف. المهم فاق، ملي فاق لقى صاحبه صافي تقتل، لانه شافهم اللي ملي قتلو شافهم مقتول ومدرج في الدماء ديالو. مشى يجري مشى يجري، جاب البوليس، جاو مع البوليس عاود لهم النازله كي دايره، اننا كنا سكرانين هنايا وسهرانين مع روسنا وحنا صحاب وشحال هادي وحنا كنجيو لهاد الدار هادي. شويه سمعنا الدقان في الباب، ناض طارق بحكم انه هو مول الدار، ناض حل الباب، هجموا علينا اربعه، جوج شدوه في البلاصه قدام الباب وجوج جاو لي انا وشدوني وكتفوني، وكانوا كاملين هازين جناوق في يديهم. قتلوا هذاك طارق قدامي ومن وراها ضربوني انا على راسي اللي حتى فقدت الوعي. ملي فقت مشيت علمتكم، قالوا لي البوليس واش هاد الناس هادو كتعرف فيهم شي واحد؟ لا سيدي ما عمرني شفتهم. واش في وجههم كانوا دايرين شي ماسكات او لا مبينين وجههم؟ لا مبينين وجههم، وفي يديهم في يديهم كانوا دايرين ليكات. المهم البوليس بقاو كيقلبوا مسرح الجريمه تمايا، رفعوا اول حاجه هذاك طارق ودوه المستودع البلدي الاموات، وبداو كيقلبوا في هذاك الدار، قلبوها مزيان لانه ما كاين لا بصمات لا والو، لان الناس كانوا دايرين ليكات بالشهاده ديال هاد السي محمد صاحبه. ولكن اشنو غادي يلقاو؟ ما غيلقاو حتى حاجه، صافي سدوا هذيك الدار اللي هي مسرح جريمه ومشاو. غادي يعلموا الام ديال هذيك طريق واختو واخوه، غادي يجيو يجريو، غادي يتفاجئوا من هول هاد الواقع اللي وقعت لطارق ولدهم. السيد تقتل بواحد الطريقه همجيه وبشعه ووسط من الدار ديالو، شكون هادو اللي هجموا عليه بهاد الطريقه وقتلوه؟ واحد السؤال اخر عاوتاني كيقولوا البوليس، علاش مشاو غير لطارق وما مشاوش هذاك صاحبه؟ علاش قتلوا غير هذا والاخر ما قتلوش؟ يعني هذا انتقام، هذا حقد او انتقام وتصفيه حسابات، مشاو لديرك هما وقتلوه واستناو هذاك. يعني هادو كانوا مسخرين وعارفين فين غاديين، عارفين فين غاديين، وعارفين ان هاد لابارتومون ديال طارق وانه كيسكر فيها وكيسهر فيها مره مره مع شي واحد او شي وحده، يعني عندهم معلومات دقيقه. هنا يبداو كيتحققوا من القضيه، يعني يبداو كيحققوا مع كل شيء، مع مو مع مرتو
مع اختو، مع اخوه، مع صاحبه نيس، مع الناس اللي خدام معاه في الشركة، اي واحد عنده علاقة من قريب او من بعيد مع الطريق. والو واش وصلوا لشي حاجة؟ والو. امه كتقول ولدي الله عمرها دار، انسان معقول وداخل سوق راسو، الخدمة للدار، الدار الخدمة، الا كان كيدير شي حاجة على برا انا ما على باليش، المهم انا ما عارف عليه حتى شي حاجة خايبة. اختو كتقول نفس الهضرة، خويا الله عمرها دار ومش ديال الصداع ومش ديال المشاكل. خوه الصغير كيقول نفس الكلام. صاحبه كيقول هذا اعز اصدقاء ديالي وهذا انسان درويش، ما عمرني شفت منه شي حاجه خايبه. حقيقه هو كيشرب مره مره، ولكن راه هو من سابع المستحيلات انه يفتعل المشكل مع شي واحد، هو بالعكس كيسمح في حقه شحال مره. انا اللي كنعرفه مزيان، راه ما يمكنش هالطريقه دي باش تقتل، راه ما يمكنش. شكون هاد المجرم اللي ما عنده قلب اللي غادي يقتلو بهالطريقه البشعه؟ سولو مراته. مراته قالت لي ما سيدي انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء هذا، انا مراته مزوجه معاه في فيلا في الدار مع والدي، او بالاحرى مع امو اختو اخوه، حياتنا مزيانه بخير مع بعضياتنا، عندنا واحد البنيه ترونكيل، ما عندنا لا مشاكل لا صداع. هنا الاخت ديال الضحيه كتقول لي ما ودي هاد المراه هادي راه غير كدابه، راه عندهم مشاكل، وراه كان بدا في الاجراءات ديال الطلاق. البوليس تاكدوا من القضيه فعلا نيت، ولقاو المصدر ديال الطلاق مازال في المحكمه، مازال ما تحكماتش. الام قالت نفس الهضره، قالت ولدي راه كان ناوي يطلق مراته. ملي مشاو يسولوا هذاك السي محمد صاحبه، لان هو اللي كيعرفو مزيان وغادي يعرف شي حوايج ما كيعرفوهمش العائله ديالو، قال لي مودي هاد البنت هادي اصلا تلاقى معاه في البار وعاود لهم الفيلم كامل، وقال لي مودي راه في الاخير او الاونه الاخيره راه كان ناوي يطلقها، صافي كعهاتو، وكان كيشك فيها انها كانت كتخون مع شي واحد، كانت كتخسر الفلوس بزاف، لدرجة أنها تامن الفلوس ديال المدرسة ديال بنتها طمعات فيها. شوف هاد الواقع هادي. المهم كان كيشك فيها، ولكن باش عندو شي دليل ولا شي حاجة راه ما عندوش، كان كيشك فيها وراه كان باغي يطلقها وراه بدا في إجراء الطلاق. يعني الشكوك كامل مشات اتجاه المرأة ديالو سلوى، جابوها للتحقيق. قولي اعترفي احسن لك اشنو علاقتك مع هاد القتل ديال هاد راجلك بهاد الطريقه البشعه. قالت لي ما سيدي الله يودي، اش بيني وبين راجل نقتلو انا بهاد الطريقه؟ واش انا وليت مجرمه؟ واش انا وليت شنو نقتل الناس؟ ما يمكنش. هذاك سيدي راه راجلي هذاك وبابا بنتي، وهذا كان قدني من الفقر وجابني من واحد العالم، ما يمكنش نكون نكر الخير هالدرجه، ما يمكنش. حقيقة كانوا عندي معاه مشاكل، دابا ولاو مشاكل، وصراحة مشاكل زوجية عادية وصافي. وقلت لينا اننا ما عندنا لا مشاكل لا والو، لقينا السيده كان باغي يطلقك. واش نقول لكم السيد انا غير الشيطان وصافي، الشيطان دخل بيناتنا وصافي، هو ما كانش كيثيق فيا وصافي قرب يطلقني. المهم بوليس بانت ليهم السيده والعبانه واحد اللفعه منها ما كانت ما تحقوش فيها، اش غيديروا لها؟ داروا لها واحد الخطه جهنميه، غيقول لها شوف يا لاله سلوى دابا حنا حققنا معاك وبحثنا معاك ومديناك وجبناك وحققنا مع مو مع العائله ديالو مع صاحبه، وتبين لنا بانكم نتوما كاملين خارج اطار الشبهات، انت هي مراته، عندك معاه بنت، ما عندك حتى شي علاقه به، يعني واخا كان باغي يطلقك، ولكن الطلاق راه كيوقع ديما، ماشي مشكل هاد الشيء هذا، حنا ما كيهمناش هاد الشيء هذا. امو اختو ما قالت لينا والو، خو الصغير ما عرف حتى حاجه، صاحبو ما فادنا حتى حاجه. المهم سيري تنشدو القاتل وحنا غادي نعلموك. المهم حنا راه باغيين خدامين وما تقوليش حنا راه ناعسين، راه كنقلبوا على هذا اللي قتل راجلك وغادي ياخذ الجزاء ديالو، صافي كوني هاني. لا سيري تفضلي، وصلها فلان، وصلوها الباب ديال الكوميساريه. المهم ملي وصلات خرجات برات الباب، الضابط اشنو دار؟ عيط لواحد المفتشين وقال لهم هاد المراه هادي غتلاصقوها بحال الظل ديالها، ما غتبعدوش منها، هاد المراه هي المجرمه، اكيد هي اللي قتلت راجلها، هاد اللفعه هادي ما تبعدوش منها. صافي داكشي اللي داروا هاد المفتشين، لازموها بحال الظل ديالها، في كتمشي في كتجي فين ما كتهضر ما كذا، المهم جميع التحركات ديالها حفظوها ليها. الاسبوع الاول ديال المراقبه ما جابش شي حاجه جديده، وانما كانت تحركات عاديه، كدي بنتها للمدرسه بعض المرات، كتمشي للسوق، كتمشي شي صالون، كتمشي هنا كتمشي هنا، معظم الاوقات غير في فيلا، المهم امور عاديه. اللي حتى الاسبوع الثاني دابا طمئنات المراه، قالت صافي دابا البوليس راه قالوا لي انت خارج اطار الشبهات، وراهم كيقلبوا على القاتل بجهه اخرى. في كتمشي المراه القهوه، كتمشي لواحد لابارتومون في واحد العمارة كاينة في الطابق الثالث، هنا خاصهم يعرفوا ديال من الدار هادي.
تاكدوا البوليس من خلال البحث اللي داروا، لقاو ان هاد لابارتمون في هاد العماره هادي ماشي ديال شي واحد يعني ساكن فيها. بغيت نقول زعما مولاها الاصلي ماشي ولد هذيك المدينه، مولاها الاصلي ساكن في مدينه اخرى، وانما هذه مكريه، ومكريه الربعه ديال الرجال، وكاملين خدمتهم شناهي سيكوريتي، خدامين سيكوريتي. مكريه بيوتها فيها اربعه ديال البيوت، كل سيكوريتي شاد بيت، هادشي عرفوا من خلال الكونسياج ديال العماره البوليس، وعرفوا كذلك من الكونسياج البوليس ان هاد المراه كتجي عند واحد فيهم، واحد فيهم هما كاملين زوافريه، واحد فيهم عندها علاقه معاه. ملي سولوا البوليس اي الكونسياج امتى العلاقه بدات، من امتى زعما، وقال لهم دابا تقريبا راه واحد العام، العام وهي معرفه عليه، العام وهي معرفه عليه مزيان، وكتجي عندو ديما، كتجي عندو ديما ديما، حنا راه عارفين القضيه دي مزيان. هنا البوليس بغاو يباغتوها يشدوها بجرم المشهود بتهمه الفساد. هذاك الشيء داروا، ملي عسوا عليها واحد النهار اللي حتى طلعات دقات الباب، حلها خونا ودخلات. ملي دخلات موهوم البوليس واحد نص ساعه ولا شي حاجه، اللي حتى اقتحموا الدار ودخلوا، دخلوا كيلقاوهم بالجرم المشهود تهمه الفساد، صافي هزوهم جوج حطوهم هي وهداك السيكوريتي، جابوهم الكوميساريه، قالوا لها دابا قولي لنا لله اش نديرو لك، نصيفطوك بهاد التهمه هادي. واش نقول لكم الشاف، الله يهديني وصافي، انا السيد هذا كنعرفو وكذا، وكنخرج معاه مره وراه كان معلم الزواج، انت وانت كتعرفيه، واش حال هادي شي عام دابا تقريبا، يعني كتعرفيه ملي كنتي مزوجة براجلك، سيدي وعلى ود هاد خونا هذا علاش كان باغي يطلقك راجلك؟ وفي الصراحة الشاف هو كان كيشك فيا، ولكن ما عمرو عرفني انني كندير شي حاجة موراه، هو غير شك، والتصرفات ديالي بحال تبدلات معاه، لهذا كان باغي يطلقني، وانا ما كنتش باغي نطلق، لهذا نتي قتلتيه، حدرات راسها، هاد خونا هاد اللاعين اللي كان معاك هو اللي قتلو، اعترفي. هو يضرب الطابلة هذاك الضابط وفيقها وقالت هو اللي قتلو، هو اللي قتلو. قالوا لي دابا غتعترف لينا باطوار الجريمه وكيفاش تخططتي انت وهاد خونا هذا ونفذتوا الجريمه، وشكون هما الشركه اللي كانوا معاه، يعني هو واحد خاصنا ثلاثه، ولكن حنا دابا تتعاودي لينا التبعده عاد نشوفوا الشركه ديالو شكون. قالت لي واش نقول لكم اسيدي، انا هاد السيكوريتي هذا تعرفت عليه ملي كان خدام فيدور في واحد البار، كنت كنمشي ليه، يعني هي مزوجه مع الراجل وكتمشي لهذاك البار، كنمشي ليه تعرفت عليه، كان فيدور في هذاك البار اليوم غدا اليوم غدا، الفلوس كانت موجوده كندور معاه شويه، وليت كنمشي معاه كنجي معاه هنا في هذا لابارتمون اللي كان كاريها. المهم دازت شي ايامات قليله ما بقاش خدام في هذاك البار، جراو عليه من تمايا وخدا واحد الخدمه اخرى، ولا سيكوريتي في واحد الشركه، وبقات العلاقه ديالي معاه. المهم في الاثناء هادي كان هو راجلي بدا كيشك في التصرفات ديالي، وهاديك اللفعة ديال ختو ولات كتحرضو عليا، ولات كتقول لي ودي راه كنلقاها كتهضر في التليفون كذا كذا، بدات كتحرشو عليا. المهم هنايا هو بغى يطلقني، صافي ما طيحش عليا الدليل، ولكن هو بغى يطلقني، صافي عاق بأنه كاين شي حاجة، سيغتو أنه عارف الماضي ديالي، بغى يطلقني. أنا طلقت منه غادي نولي زيرو درهم، ما غادي نصور حتى حاجة، وانا ولفت على الفلوس والطوموبيل والحساب في البنك وكذا كذا، لهذا استعنت بالخدمات ديال السيكوريتي اللي هو معايا. قلت لي شوف واش انت باغي تزوج بيا وكتبغيني وكذا، قال لي الله يا ودي انت عندك الشك في هادشي، انا كنبغي يكون موت عليك وباغي نتزوج بيه وكذا. قلت لي شوف غندير معاك واحد الخطه، غتصفى لي راجلي وانا غنورت فيه ومن وراها غنتزوج انا وياك، اش بان لك؟ قال لي صافي انا معاك، اعطيني غير شي خطه جهنميه وانا غادي نكون معاك في جميع الاطوار. انا اللي قلت ليه كل شيء، هو غير نفذ. قلت ليه ودي راه هو عنده واحد لابارتمون في العنوان كذا كذا، كيصار فيها ضروري وكيشرب فيها يوميا تقريبا، كيكون فيها غير هو وصاحبه، هو انا عارفه طريق، ما في الاونه الاخيره ما بقاش عنده مع البنات لانه حقد عليهم بسببي انا، هي عارفه مزيان حفظاته. المهم عطاتو العنوان، هو قال لي انا غادي نجيب واحد ثلاثه من الاصدقاء ديالي، لانه هما جوج خاصهم يكونوا اربعه وكاملين بالسيوفة ديالهم يعني جناوة. قالوا لي البوليس هنايا وباش خلصتي هاد الناس هادو اللي قتلوا راجلك؟ قالت لي نبيع الطوموبيل ديالي، باع الطوموبيل ديالها اللي كانت فاخره شاريها ليها هذاك طارق الله يرحمه، كانت واحد لا مارك مزيانه وساويه، باعتها باش خلصات القتله ديال راجلها.
المهم درت معاهم هاد الخطه هادي وخلصتهم ونضيتهم، اللي حتى جابوا لي اخبار وصافي قالوا لي المهمه تمت بنجاح وصفوا عليه وفق الخطه اللي درت ليهم. صافي هنايا من وراء الاعترافات ديال هاد المراه هادي جابوا لهداك السيكوريتي، جابوه وواجهوه بالاعترافات ديال المراه ديال هذيك سلوى. اشنو قال لهم سيكوريتي؟ قال لهم انا ما عليا ما بيا، انا تعرفت على هاد اللفعه هادي اللي خرجت لي لحياتي ودمرات عليا. انا كنت سيكوريتي وقبل منها كنت بيدور عادي خدام على راسي اللي حتى تعرفت عليها، درت معها علاقه ولات تعطيني فلوس وتعطيني الهدايا ويعني طمعات وفلوس بزاف. السيده لاباس عليها اللي حتى واحد النهار جات عندي وقالت لي ودي اش بان لك تخدم معايا واحد الخدمه؟ اما هي قالت لي تقتل لي راجلي وغنورث منه واحد الثروه كبيره بزاف وغتزوج بيا وتتكون هو الكل في الكل. انا في الاول ترددت ولكن ملي طمعاتي فلوس وعطاتني واحد الخطه جهنميه صافي قلت ماشي مشكل. دبرت على دوك ثلاثه صحابي ودورنا معاهم، يعني باع الطوموبيل ديالها وقسمنا ديك الفلوس، قسمنا احنا باربعه وقمنا بهذا العمل هذا. كيفاش كانت الخطه ديالكم؟ واش نقول لكم الشيف؟ دبرت على ثلاثه كما قلت لكم ودرنا سيوف في يدينا يعني جناو كبار وسمرنا عليه، سمرنا عليه في باب العماره اللي كيسكن فيها هو داك، ماشي كيسكن فيها وانما كيجي لها مره مره هذاك الطريق. اللي حتى بالينا هو صاحبه داخلين باب العماره، حنا من بعيد كنشوفو فيهم، طلعوا وهزين معاهم الشراب، خليناهم حتى سكروا شويه يعني واحد ساعتين بحال هكاك وطلعنا. دقينا خرجنا داك الطريق، شديتو انا وواحد شديناه زيرناه وجوج الاخرين مشاو كتفوا هذاك سي محمد صاحبه. ملي كتفوه انا والاخر اللي قتلنا هاد طارق هذا. شكون اللي قتلو بالضبط؟ هو انا ويا الشيف، ما نكذبش لكم واش انا ولا هو، المهم انا ويا يعني بجوجكم قتلتوه. زيد كمل. ملي قتلناه واحد من هذوك اللي كان مكتفين داك سي محمد ضربو بالقبضه ديال الجنويه على راسو اللي حتى داخ وهربنا مشينا في حالاتنا. هادشي اللي كاين. صافي هنايا قالوا ليه البوليس غتوريني هذوك صحابك ثلاثه الاخرين. مشى جاب ليهم دوك ثلاثه الاخرين، كانوا ساكنين غير تما في نفس المدينه وكاملين عندهم سوابق قضائيه، الا هاد السيكوريتي هذا هو اللي ما عندوش سوابق قضائيه. وباش ياكدوا عليهم يعني الجريمه هذه شكون غادي يجيبو؟ غادي يجيبو داك السي محمد صاحبه اللي شهد على هاد العمليه ديال القتل. جابوه ووراوه هذوك الربعه يعني السيكوريتي وصحابه ثلاثه، تعرف عليهم، شافهم تعرف عليهم، قال لهم هادو هما اللي قتلوا طارق الله يرحمه، هما اللي ضربوني. شكون في الجوج اللي قتلوا طارق؟ باش ياكدوا الهضره ديال هذاك السيكوريتي ويلاقيوا الاعترافات ديال هذاك السيكوريتي مع الاعترافات ديال هذاك السي محمد صاحبه ويشير لهم هذوك الجوج. هذوك الجوج هما نفسهم اللي قتلوا طارق، وهي باش تعرف هذاك السيكوريتي قال لهم ودي راه انا وصاحبي هما حنا اللي قتلنا طارق. ايوا من وراء هاد الاعترافات هادي تقدموا هادو كاملين العدالة هاد الربعة وهاديك المجرمة تاع سلوى وتحكموا بالإعدام. شوفوا هاد المرأة هادي، هاد اللفعة هادي ما قر فيها خير، ما شافت السيد أنه دار على ود المستحيل، جابها من البار يعني تناسى الماضي ديالها وقبل عليها وسترها وكل شيء، وباش غتكافئو كافئته بالقتل وبالجريمة في حقه. علاش؟ على ود الفلوس. ايوا هنايا كتسال